وزارة الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات في يوم واحد، والمجلس الأعلى للجامعات يعلن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وزارة الثقافة تعلن بدء إطلاق استراتيجية وطنية لحفظ التراث اللامادي بالتعاون مع اليونسكو، ومحكمة مصرية تدرج النائب السابق زياد العليمي وآخرين على قوائم الإرهاب. تابعونا. أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وفاة 19 حالة، وهي أعلى حصيلة خلال يوم واحد، ليتجاوز إجمالي الإصابات المسجلة 3000 حالة، منها 701 حالة تم شفاؤها و224 حالة وفاة. وفي السياق المتصل، أعلنت مصر بدء إجراء التجارب السريرية على دواء إفغان الياباني لعلاج فيروس كورونا المستجد، وستتم التجارب على 50 مريضا في إطار بروتوكول التجارب السريرية التي تجرى تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية إن مصر حصلت على موافقة مبدئية من اليابان على إمدادها بحقوق التصنيع المحلي حال نجاح العقار. وكان وزير الخارجية الياباني قد أعلن قبل أسبوع إن اليابان ستوفر العقار إلى نحو 20 دولة حول العالم. وانضم إلينا من برلين الدكتور أحمد سعيد، طبيب مقيم في ألمانيا. أهلا بك معايا دكتور أحمد، وخلينا نبدأ الحقيقة من مسألة التجارب السريرية دي، لأن هي التجارب الدوائية بشكل عام حل جدل، ويمكن جديد على ما سمعنا في مصر أن احنا نتعامل معها ونقعد ننتظر نتائجها، فعاملة جدل كبير. يعني قول لنا وجهة نظرك الطبية فيها، ووجهة نظرك ايه البروتوكول بيتم ازاي، وفي نفس الوقت ايه الفايدة اللي ممكن تعود على مصر من المشاركة في التجارب السريرية دي؟ اهلا بحضرتك. هو في البدايه خلينا نتكلم عن العلاج الافيجان. العلاج الياباني هو علاج مضاد للفيروسات واسع المجال، تم انتاجه في 2014 وبيتم استخدامه من ساعتها في علاج الانفلونزا وبعض الفيروسات الحالات المتقدمه، بيتم استخدامه في الحالات المتقدمه من هذه الفيروسات زي الايبولا مثلا. ولما حصل انتشار الكورونا في اليابان عدلوا البروتوكول عندهم، انهم بدأوا يستخدموه كمان مع الحالات المتقدمة في الكوفيد 19. الفيروس هذا الدواء حتى الآن بيتم اختباره في اليابان نفسها، بيتم تجربته من خلال الشركة المنتجة على 100 مريض، بيتم تجربته في أكثر من دولة أخرى حاليا، هم 5 دول منهم أمريكا وإيطاليا واليابان. بعض الدول الحقيقة كان عندها تحفظات كبيرة على تجربة الدواء أو حتى على استخدامه زي كوريا الجنوبية، وده راجع لأن في أبحاث بتقول أن هذا العلاج له أثار جانبية خطيرة، منها مثلا الإجهاض أو تشوه الأجنة، والكثير بينصح بعدم استخدامه مثلا في الأطفال والمراهقين، وده كان السبب اللي خلى دولة زي كوريا الجنوبية تتحفظ على استخدام هذا العقار أو تجربته عندها. بالنسبة احنا عندنا في مصر مبدئيا مفيش، احنا طبعا يعني من المؤكد ان احنا زينا زي اي دولة تانية هنستفيد من احنا نشارك في التجارب السريرية على اللي هي الكثيرة الحقيقة اللي بتتم حول العالم دلوقتي. اعتقد ان في 300 بحث مسجل او تجارب سريرية مسجلة في كل دول العالم، فبالطبع احنا مستفيدين. لكن التخوفات اللي موجوده واللي شايف ان هي يعني تخوفات شديده المنطقيه تتعلق بالاخلاقيه والقانونيه، لان زي ما حضرتك عارفه ان احنا لحد دلوقتي ما عندناش قانون منظم لعمليه او قانون خاص بمساله البحوث السريريه او الاكلينيكيه.
وكان يعني على مدى السنتين اللي فاتوا كان في لغط كبير حوالين هذا القانون اللي معلق حتى الآن في البرلمان بعدما تم رفضه من يعني الرئيس. احنا حاليا ما عندناش حاجة بتضمن حقوق جميع الأطراف يا دكتور أحمد، ما عندناش حاجة ما بتضمن عندناش قانون، قانون أنا أقصد ما عندناش قانون مخصص، يعني في بعض القوانين الأخرى الغير خاصة بهذه القضية اللي يمكن اللجوء إليها، لكن ما فيش قانون خاص. ومؤخرا كان في تصريح من وكيل مجلس النواب في برنامج تلفزيوني قال فيه إن القانون سيخرج يعني خلال أيام أو قبل انتهاء فترة الانعقاد. ويعني وطبعا في ده ضروره ملحه، يعني احنا بقالنا سنتين في هذا اللغط وفي هذه الدوامه. بعد ما بوافق البرلمان على هذا القانون في مايو 2018، الرئيس رجعه تاني وكان عليه شويه تعديلات وعليها شويه اعتراضات عنده، رجعه للبرلمان وحتى الان ما فيش قانون خرج بهذا الخصوص. طيب دكتور أحمد، أنت شرحت لينا ما يتعلق بالعقار الياباني أفغان، وإزاي إن هو بيستخدموه في حالات الإنفلونزا الشديدة المتعثرة وإلى آخره، وتحفظات كوريا الجنوبية عليه، لكن هل ليه جوانب إيجابية؟ يعني هل دي أي نتائج مبشرة ممكن نتفائل بيها خير؟ يعني هو يعني الابحاث اللي اتعملت في دوله زي الصين مثلا بتقول ان هو ليه نتائج كويسه جدا سريريا، يعني مع المرضى اللي تم تجربته عليهم. لكن بالطبع كل هذه التجارب اللي بتتم في كل انحاء العالم على كل الادويه اللي بيتم اقتراحها وتجربتها هي يعني تجارب غير كافيه، هي تجارب اوليه بتتم على مجموعات صغيره، ما بيبقاش في مجموعات حاكمه يعني، وهتحتاج بعد فتره تانية ان احنا يتم تجربه هذا الدواء على باتساع اكبر وعلى عدد اكبر من المرضى وعلى مدى اطول. لكن طبعا ايجابياته، لو في ايجابيات فاحنا خلينا نبص على الكلام اللي الصين بتقوله او على الدراسات اللي جات من الصين بان هو ليه نتائج سريريه جيده. ومن الحقيقه مش هو لوحده كمان اللي عمل نتائج سريريه، هو زي ما قلت هو مضاد للفيروسات، في اكتر من مضاد للفيروسات بيتم استخدامه. حتى عندنا احنا في مصر بنستخدم في الحالات المدرت، الحالات اللي هي المتوسطه، بنستخدم عقار زي التامي فلو، هو كان برضو عقار خاص بالانفلونزا، بنستخدم عقار بيستخدم في علاج الاتش اي في او مرض الايدز في الحالات المتقدمه. في اليابان نفسهم بيجربوا عقار تاني اسمه ريمس ديفير، وهو عقار مشكلته ان هو بس بيتاخد بالوريد، محلول وريدي، وده بيخليه يعني اصعب شويه في الاستخدام عن الابيجان اللي بيستخدم عن طريق الفم، هو حبوب يعني. فالفكره ان هو احنا لسه ما زلنا في فتره البحث، فتره الدراسه. كتير من العلماء، يعني أنا سمعت ناس كتير بتحذر من الآمال العالية، خلينا نكون واقعيين، قد يكون في نتائج كويسة، لكن يجب أن ننظر إلى العقار وكل العقارات اللي بيتم طرحها حتى الآن على أنها ما زالت في طور التجربة والدراسة. طيب لو رجعنا لمصر مرة تانية دكتور أحمد، والصحف المصرية أعلنت أن مصر أجرت 55,000 اختبار بي سي آر حتى الآن. الحقيقة يعني عايزين نتكلم بشكل طبي برضو، إزاي ممكن دولة زي مصر توازن ما بين محدودية إمكانيات أن هي تجري اختبار زي كده، وخاصة يعني إحنا ما عندناش إمكانيات أن إحنا ومش قادرين نستورد كميات كافية، وحضرتك شايف العالم حوالينا كله بيحاول يبحث عن التحاليل دي، والدول نفسها بتعاني، دولة زي بريطانيا زي اللي إحنا موجودين فيها برضو عدد الاختبارات اللي بتجريها حتى الآن محدودة، وإزاي في نفس الوقت أن الاختبارات اللي إحنا بنعملها في مصر اللي هي 55,000 حتى الآن فقط لا غير ممكن تكون بتعكس لينا نتائج حقيقية عن أرض الواقع، ما يكونش المرض موجود وإحنا مش عارفين. لو اتكلمنا في من وجهة نظر يعني من بره شوية، فالرقم 55 بالنسبة لعدد سكان مصر هو رقم قليل الحقيقة. ولو حاولنا نقارن ما بين إمكانياتنا وما بين الواقع أو المطلوب مننا، ففي وسائل أخرى يمكن اتخاذها. الحقيقة أنا شايف إن في مازال في تقصير في اتخاذها، زي فكرة السوشيال ديستانسينج، فكرة تعريف أو التباعد الاجتماعي، فكرة تعريف
عليه في الحالة المخالطة، وإن إحنا محتاجين أكبر إن نوسع شوية مفهوم الحالة المخالطة، والدول اللي ما عندهاش إمكانيات إن هي تعمل تحاليل بي سي آر ممكن عندها وسائل أخرى تستخدمها في إجراء المسح الطبي. خلينا نتكلم مثلا عن المسح الحراري، خلينا نتكلم عن التحاليل الأجسام المضادة اللي مصر استوردت منها 200,000 تحليل على ما أتذكر من الصين، وتم استخدامها لمدة يومين أو حاجة في المطارات والمواني، والنهاردة عرفت إن هم هيبدأوا يدوها للطواقم الطبية المخالطة يحللهم، يعني عشان يعرفوا إذا كان عندهم الفيروس أو لا. لو إحنا ما عندناش أعداد كافية هنتعامل مع كل حالة مشتبه في كونها عندها فيروس الكوفيد أو الكورونا فيروس، هيتم عزلها. اي حاله مخالطه يتم عزلها. لو احنا مش قادرين نحلل، الدول كتيره بتعتمد على العزل في المنزل، احنا لحد دلوقتي مش ملتزمين لا دوله ولا شعب بفكره التباعد الاجتماعي ولا الالتزام بيها الحقيقه. طيب دكتور أحمد، أنت موجود في برلين، والحقيقة أن ألمانيا ليها تجربة مهمة جدا في مكافحة مرض كورونا. يعني هي تقريبا من يعني دولة موجودة في أوروبا عندها عدد إصابات عالي مرتفع، لكن في نفس الوقت عدد الوفيات يعتبر قليل جدا مقارنة بباقي الدول اللي حواليها، وبالفعل قدرت تبتدي تخفف أو أخذت قرارات على أنها تخفف إجراءات الحظر في الفترة اللي جاية. ممكن تشرح للسادة المشاهدين إزاي ألمانيا قدرت أن هي تحقق وتنجح ده؟ التجربة الألمانية شبيهة جدا بتجربة كوريا الجنوبية، يعني هم حتى كان بينظروا إلى تجربة كوريا الجنوبية كمثال ليهم. بتعتمد في الأساس على الماس تيستينج أو إجراء التحاليل بكميات كبيرة جدا لكل من يمكن أن يجرى له التحليل، وده ساعدهم على اكتشاف الحالات في يعني وقت بدري من الإصابة. قامت عملوا فكرة العزل. دلوقتي عندهم ألمانيا كمان حاجة مهمة جدا الحقيقة لازم نلفت النظر ليها، ان بالرغم من احنا بنقول ان هي خدت اجراءات الوقائية دي كلها، لان ألمانيا كمان ضعفت عدد أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة عندها في كل المستشفيات على مستوى ألمانيا كلها. المهم كمان أنا الحقيقة اتلخبطت. أنا كنا بنتكلم على التجربة الألمانية. فأهم حاجة زي ما قلت عشان بس أركز تاني لأن فقدت التركيز، أنت إجراء كنت بتقول إن التحاليل هي بكميات كبيرة. عملت تحاليل لعدد ناس كبيرة جدا، وإن هي ضاعفت قدرت تضاعف. ألمانيا وصلت بالظبط، وصلت حاليا لإجراء 100,000 تحليل في اليوم الواحد، وده طبعا رقم كبير جدا. ألمانيا التعداد السكاني بيقارب التعداد السكاني لمصر. ألمانيا بتجري تجارب سريرية كمان، بما أننا كنا بنتكلم على التجارب السريرية على عقارات، على كل العقارات اللي ممكن تم طرحها، عقار حتى العقار الياباني أفيجان ألمانيا كمان بدأت تجري تجارب سريرية عليه. بس طيب دكتور أحمد، زي ما أنا ما قلت ألمانيا قدرت نجحت يعني إلى حد كبير في إن هي تحافظ بالظبط، الكيرف بتاع العدوى بدأ على الأقل. ينزل تاني وبدأ بالظبط. بالظبط يعني طيب هو وبناء على إن زي ما أنت ما قلت الكيرف بتاع العدوى ابتدى ينزل تاني، وهي ابتدت الأوضاع تستقر إلى حد كبير، وهي عندها استعداد إن هي تقدر تقاوم المرض لو انتشاره زاد في الفترة اللي جاية، فبدأت تخفف إجراءات الحظر. في مصر عندنا لو بصينا ليها بشكل طبي برضو تعتبر الحالة مستقرة، عدد الإصابات مستقر، عدد الوفيات مستقر إلى حد كبير. فإيه إمتى ممكن مصر تخفف من إجراءات الحظر من رأيك؟ انا الحقيقه انا ما اقدرش يعني انا باي حال من الاحوال ما اقدرش اعتمد على الارقام اللي موجوده في مصر حاليا في تقييم الوضع في مصر لاكثر من سبب. الحقيقه السبب الاولاني منهم ان زي ما قلنا ان عدد التحاليل اللي بيتم اجراءها قليل جدا. السبب الثاني قله الوعي الصحي عند الشعب المصري. خلينا نعترف ان احنا شعب فقير وشعب وعيه الصحي قليل. احنا عندنا ما عندناش احصاء على سبيل المثال عن نسبة الوفيات اللي حصلت في اخر شهرين بين كبار السن. عندنا في مصر ممكن ببساطة شديدة يتم استخراج شهادة وفاة لشخص من كبار السن
بدون اجراء الكشف الطبي المعتاد عليه. يعني اي حد بيروح المكتب الصحه بيطلع بنشكرك يا شهاده دكتور وفاه. أحمد، شكرا ليك. دكتور أحمد سعيد، طبيب شكرا. مقيم في ألمانيا، كنت معنا من برلين، شرفتنا يا دكتور أحمد. قررت وزارة التعليم العالي إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات المصرية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وسيتم استبدال الامتحانات لطلاب أبحاث أو باختبارات إلكترونية، وحذر الوزير من أي محاولة للاقتباس أو النقل للأبحاث، مؤكدا أن لدى الوزارة نظاما إلكترونيا يمكنه الكشف التلاعب. أما عن الكليات التي ستلتزم بطبيعة دراستها بتدريبات عملية أو في عيادة أو في معمل أو في ورشة، أوضح البيان أنه سيتم استكمال هذه التدريبات بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، وسيخضع الطلاب للامتحانات العملية. نشاهد جانبا من كلمة وزير التعليم العالي. أنا أحب أقول بس في البداية إن الموضوع بالنسبة للجامعات موضوع معقد جدا نتيجة وجود عدد كبير جدا من الكليات، بنتكلم على أكثر من 450 كلية بتخصصات مختلفة، أكثر من 1.5 مليون طالب موجودين في مراحل دراسية في كليات، سواء كليات دراسات إنسانية أو اجتماعية، بالإضافة إلى الدراسات العليا. ما فيش كلام ان كل كليه وكل برنامج له خصوصيه اللي لا نستطيع معها ان يضع النظام اللي يستطيع ان هو يبقى في كل المجالات يقدر تطبيقه. وبالتالي كان عندنا حاجتين كبار جدا بنتكلم فيهم، وهو بالنسبه لسنوات النقل وبالنسبه لطلاب السنوات النهائيه. خلينا نتكلم الاول على بالنسبه لسنوات طلاب فرق النقل بجميع الكليات مع اختلافها النمطي. أول حاجة خدنا فيها القرارات مع زميلنا في مجلس أعلى الجامعات هو إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 19-20. والحقيقة قلنا كمان تستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في السنوات الدراسية، بمعنى إن المجموع التراكمي مش هيخش فيه أي تقييم من التقييمات اللي إحنا بنقولها. ومعنا عبر خدمة سكايب من اسطنبول عمرو خطاب، أمين عام حركة طلاب مصر القوية سابقا. أهلا بك معايا يا عمرو، وخلينا نتكلم عن قرارات الوزير. يعني احنا بنشوف استبدال الامتحان التقليدي اللي متعودين عليه الطلبة سواء بأبحاث أو باختبارات إلكترونية زي ما احنا ما بنقول. ايه رأيك في القرارات دي، ومتوقع ان ازاي الطلبة يستقبلوها؟ هو بداية في 3 تعليقات على القرار بتاع النهارده بتاع مجلس الأعلى للجامعات، وهو الوزير لما اتكلم في الكلمة بتاعته اللي هي تقريبا ما يكون من ربع ساعة، كان يعني هو تقريبا جاوب على سؤال من ضمن الأسئلة اللي هم الثلاثة دول. هو أول نقطة بيتكلم على فكرة المجموع التراكمي أو اللود. الوزير اتكلم إن الترم الثاني أو امتحانات الترم الثاني مش هتتضاف في المجموع التراكمي، ولكن هو ما وضحش طب هو بالنسبه للمجموع التراكمي بتاع السنه نسبته من نسبه السنه ديت من المجموع التراكمي الكلي بتاع سنوات الدراسه في الكليه، هل هي هتتحسب على الترم الاولاني بس ولا هيتم توزيعها على السنوات اللي جايه؟ وده في هنا اشكاليه، لان هو لو كانت حصلت على الترم الاولاني بس في اغلب الكليات العمليه بيبقى الترم الاولاني بيبقى تقريبا نسبته من اجمالي درجات السنه من 30 ل 50%، والترم الثاني من 50 ل 70%. فاحنا بنتكلم ان الليد الاكبر من نسبه التراكمي السنه هو على الترم الثاني، فهل هي هيتم احتساب الترم الاول باعتباره هو اللي بيمثل السنه دي في المجموع التراكمي، ولا هيعيد توزيع النسب بتاع السنين القادمه في المجموع التراكمي؟ يعني لو اختار ان هو هيحصل الترم الاولاني بس، فده هيبقى فيه يعني بعض الظلم طلبة اللي هم لم يوفقوا في الترم الاول او يعني لسبب او لاخر ما ادوش احسن اداء في الترم الاولاني، وبالتالي دي هنا في مشكله. هل هو انت بتحاسبهم على حاجه باثر رجعي؟ ده بالنسبه للمستوى الاولاني، واللي هو ما كلمه الوزير ما علقتش على ما حلتوش. يعني النقطه الثانيه، الوزير اتكلم ان هو بعد ان هو القرار ده بيسري على سنوات النقل. بصراحه مصطلح سنوات النقل ده مصطلح غريب على الجامعه شويه، يعني سنوات يعني فكره النقل دي موجوده في المدارس اللي هي سنوات نقل وسنوات شهاده. احنا بنتكلم
في سنوات في الكليه بتحدد تخصصات وبتحدد اقسام وهكذا. فالسنه دي الطالب اللي هو في سنه توزيع تخصص بناء على كلام الوزير اللي هو هيتم اجراؤه هو هيبقى ناجح او راس كاس من غير تقدير ومن غير درجات ومن غير اي حاجه، فيتم توزيع الطلاب على الاقسام السنه اللي بعدها بناء على ايه؟ ما تمش الاجابه على السؤال دوت. بل بالعكس ده سنه البكالوريوس هي مش محتاج ان هو يعمل فيها الكلام دوت، لكن اللي هو محتاج يعمل فيها الكلام دوت السنوات اللي هي التمهيديه لسنوات التخصص، يعني لما هو الطلبه كلهم يا اما ناجحين يا اما رافضين، اللي نجحوا هيتوزعوا في الاقسام بناء على ايه؟ ده ما لقيتش اجابتها في كلمه الوزير. تقريبا النقطه الثالثه والاخيره هي اللي كان في رد عليها، اللي هي بالنسبه ان هو قال سنوات التخرج والكليه اللي هم في اخر السنه هيتم مراعاه الالتزامات الثانيه مع بعض الجهات المعنيه، لو هم اختاروا ان هم هيبقى الامتحانات ممكن تتمدد للصيف او لبدايه العام الدراسي الجديد، لان طبعا احنا عارفين الذكور في مصر بيبقى عندهم التزام اللي هو الجيش التدريب الاجباري في مصر بعد الجامعه، فهو ده مرتبط بتوقيت معين، توقيت بيبقى في نهايه الصيف وفي توقيت ثاني في شهر 10. احنا بنتكلم ان هو الوزير جاوب على دوت ان هو قال تم التنسيق مع بعض الجهات المعنيه او مع كل الجهات المعنيه وهيتم تعديل معاد، فدي النقطه تقريبا الوحيده اللي هو تم الرد عليها، لكن فيما يخص سنوات التخصص ما تمش الرد عليها، فيما يخص توزيع اللود بتاع المجموع التراكمي ما تمش الرد عليها. طب عمرو، هو قال الوزير قال ان هو الجامعات هتعلن عن التفاصيل يوم 7 مايو، هل بتتوقع ان هو يجاوب على كل الاسئله اللي عندكم دي على يوم 7 مايو؟ والله اتمنى، ولكن انا اعتقد ان هو القرار النهارده بتاع مجلس الاعلى للجامعات هو قرر ان هو احنا في ازمه وفي مشكله كبيره بالفعل، وطبعا نتيجه ان فعلا الكليات او الجامعات التخصصات في مصر متباينه، هو فكره اتخاذ قرار يرضي الجامعات كلها او يناسب الجامعات كلها هو قرار صعب. خلينا نقول ان هي الاولويه طبعا هتبقى سلامه الطلاب وسلامه الشعب، فهو فكره الغاء القرار ده قرار يعني نتفق معاه من حيث المبدا، ولكن احنا بنتكلم في شويه تفاصيل صغيره محتاجين الاعلان عنها، اتمنى طبعا ان هو الوزير يتم الاعلان عنها يوم 7 مايو، ولكن انا اعتقد يعني من القرار بتاع النهارده ان هي الدوله قررت انها هتنجح الطلاب او هي هتعدي السنه بشكل او باخر بشكل او باخر، وخلينا احنا مش مختلفين مع المبدا في حد ذاته، ولكن هي الفكره ان هو هيبقى في اسئله ثانيه وفي اشكالات دي هتيجي السنه الجايه في خناقه التخصصات والكلام ده كله، هي اصلا في الوضع العادي بيبقى في خناقه التخصصات بين الطلاب والكلام ده، لكن الوضع دوت هيبقى الازمه كبيره، فنتمنى ان الوزاره يعني يكون عندها حل للمشكله ديت او على الاقل تبدا تفكر في حل للمشكله دي. طيب عمرو، زي ما انا ما بقول الكل، زي ما الوزير برضو اعلن ان احنا عندنا اكتر من 450 كليه في مصر تقريبا ما بين كليات عمليه وكليات ادبيه وكليات فنيه، هل شايف ان فعلا النظام اللي يعني اللي تم الاعلان على الاقل على المبادئ بتاعته ممكن يتعارض مع بعض الكليات من دول ويحصل فيها مشاكل ان هم ما يقدروش يعملوا سواء الابحاث او الاختبارات الالكترونيه او اللي اعلن عنه الوزير؟ ما هو احنا يعني هو بالتاكيد هيبقى في احتماليه للتعارض، وفي احتماليه اكبر يعني الكليات الخاصه تحديدا بعض الكليات الخاصه ان هو ما فيش رقابه على فكره ايه اللي يحدد الطالب ده ناجح ولا رافض، في النهايه بعض الكليات طبعا كلها يعني انا ما بتكلمش على الكل، انا بتكلم على بعض الكليات بتلجا ان في مجموعه عدد من الطلبه لازم يرسل كل سنه لان هو الموضوع استثماري وربح بالنسبه لهم، فبالتالي هيسجل ساعات دراسيه اكثر في السنه اللي بعدها، فهو دي هيبقى فيها مشكله. في مشكله ثانيه في بعض الجامعات الحكوميه اللي عددها كبير جدا، انا بصراحه يعني كنت مستغرب من كلام الوزير وهو بيتكلم النهارده بيقول ان احنا عندنا ادوات تقدر تكشف الاقتباس او الكلام ده كله، احنا بنتكلم في رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير مقتبسه في جامعات مصر وموجوده في الجامعات وده شائع في الجامعات المصريه، يعني رسائل الدكتوراه والماجستير مقتبسه، فبناء على ايه هيتم اللي هو تنقيه او تقييم الابحاث ديت؟ ده بيخلينا يعني خلينا نتجاوز النقطه ديت، ان احنا في الاول اتفقنا ان هو
الدوله قررت لا تتجاوز السنه بشكل باي شكل ما يعني. فهي الازمه بالنسبه لها مش فكره يعني، انا شايف ان هي اللي هو الاولويه دلوقتي على السلامه الاداره ان هو يعدي السنه. وصلت الصورة يا عمرو، بنشكرك، كنت معنا عبر خدمة سكايب. عمرو خطاب أمين عام حركة طلاب مصر القوية سابقا، شرفتنا يا عمرو. أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن تشكيل لجنة برئاستها لوضع استراتيجية وطنية لإدارة التراث الثقافي اللامادي بمصر في ضوء الدراسات التي تم إعدادها في هذا الشأن بواسطة منظمة اليونسكو، وسيتم إعداد خطط العمل لتنفيذها من خلال وحدة صون التراث الثقافي اللامادي بوزارة الثقافة ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية، إلى جانب متابعة تنفيذ التزامات الدولة الناشئة عن أحكام الاتفاقيات التي وقعتها مصر بهذا الشأن، بالإضافة إلى وضع خطة سنوية لإعداد الملفات التي سيتم تسجيلها دوليا. جاء ذلك في إطار احتفال الوزارة باليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 من إبريل سنويا. وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة هشام أصلان الصحفي المتخصص بالشأن الثقافي. أهلا بك معي أستاذ هشام، وممكن في البداية تشرح للسادة المشاهدين معنى التراث الثقافي اللامادي. مساء الخير. مساء النور. اولا انا قريت التقارير الصحفيه اللي اتنشرت حوالين قرار الدكتوره ايناس عبد الدايم. الحقيقه ان واضح ان كل الاخبار اللي اتنشرت في الجرايد المصريه حوالين المواضيع دي كانت على ما يبدو ان عباره عن البيان اللي اصدرته وزاره الثقافه. تمام. البيان كل جرايد مصر نفس البيان، يعني ما فيش جورنال موضح مظبوط جورنال ثاني مش موضح، وبالتالي احنا قدام شويه اسئله البيان مش موضح. تمام. اولا كلمه التراث اللامادي دي هي كلمه الحقيقه مصطلح مصطاد شويه، واخد حضرتك يعني هل مثلا المقصود بيه التراث السينمائي باعتباره ما هو تراث منسوق معماري بنائي حاجات من هذا النوع، ولا هي ايه بالظبط؟ ده ما توضحش قوي، ما قالوش بالظبط هم قاصدين ايه، كلمه مصطاد جدا. تمام. لكن هنفترض انه مقصود بيها مثلا الحاجات اللي هي التراث اللي موجود في حاجات تبع التلفزيون، مثلا التراث بتاع السينما، التراث بتاع البرامج التلفزيونيه، لانها حاجات تعتبر في رايي في راي كثيرين تراث فني يعني. تمام. ده متوضح. الحاجه الثانيه كمان اللي كنت بالي منها، اللجنه اللي اعلنت عنها كانت عباره بكاملها، يعني كل اللجنه اللي منصوره في الجرايد هي عباره عن رؤساء القطاعات والهيئات التي تتبع وزاره الثقافه. تمام؟ رؤساء الهيئات دول عاده ما بيبقوش خبراء في مسائل التراث او الفن او ما الى ذلك يعني. يعني بيبقى الكتاب بتاع الوزاره ده بيبقى يعني رئيس هيئه الكتاب مثلا، هو ما هوش كاتب، لا مش بالضروره يبقى كاتب يعني. رئيس جهاز التنسيق الحضاري مش بالضروره يبقى معماري. تمام. يعني وهكذا. وبالتالي انا مش فاهم هل الطبيعي ان اللجنه اللي هي هتشرف على مساله الحفاظ على التراث تبقى عباره عن مجموعه من رؤساء القطاعات. طيب لو ده هيحصل احنا عاملين اللجنه ليه؟ ما هي القطاعات كلها تتبع وزاره الثقافه، وكان ممكن يبقى كل قطاع بيعمل في المنطقه بتاعته بدون لجنه من رؤساء القطاعات، كان هيبقى الامر اكثر يعني قربا للمنطق بالنسبه لي شويه. لو هي اللجنه دي عباره عن بعض المتخصصين من كل قطاع، واخد بال حضرتك؟ فانا مش فاهم ليه ولم يعلن عن غير ذلك يعني. يعني هو عباره يعني رئيس صندوق التنميه الثقافيه، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، رئيس هيئه اصول الثقافه، وهكذا. رؤساء القطاعات دول هم مش متخصصين، مش خبراء يعني في التراث،
بانواعه سواء مادي او غير مادي. كل هيئه من دول ممكن تبقى بتضم عدد من الخبراء في مجالها، كان ممكن تبقى اللائحه تتكون من الخبراء دول. فدي حكايه انا مش ايه مش فاهمها، خصوصا ان التقارير الصحفيه اللي اتنشرت كلها نشرت بيان واحد بنفس الصيغه اللي هي ما مظبوط فيهاش مظبوط. غير اسماء، ما فيش اسماء حتى حتى للموضوع القوائم العام. اللي قالت ان هي هيتم تسجيلها ما حصلش توضيح ايه القوائم دي، ايه بالظبط اللي هيتم تسجيله. ده في رايي الصراحه ما بيبقاش بس مشكله الوزاره كمان، يعني الوزاره اعلنت عن لجنه زي دي، كمان في مشكله ليها علاقه بالمتابعات الصحفيه، ان هي ما بيبقى دلوقتي المؤسسه الصحفيه بتاخد البيان زي ما هو تنشره بدون ما تبقى بتستوضح ايه الموضوع يعني. تمام؟ فالمساله لحد هذه اللحظه مش واضحه قوي، لكن احنا نقدر يعني اذا هيكون لجنه زي دي، واذا افترضنا ان اللجنه هتبقى معموله بصياغه معقوله وكده، يعني عندنا نامل انه يكون حتى في اعتبارها حاجات زي مثلا انه لما اتعمل جهاز القومي للتنسيق الحضاري ده، اتعمل في سنه 2004، كانت شغلته الرئيسيه هو الحفاظ مثلا يعني على التراث الخاص بالمباني المعماريه ذات القيمه المتميزه لكنها لم تسجل في هيئه الاثار، يعني مبنى ما هواش اثري لكنه يتمتع بقيمه معماريه متميزه. تمام؟ والجهاز ده كلنا نعلم جيدا ان كان مشروع طموح جدا، وكان بيضم عدد من الخبراء الكبار جدا المتخصصين في كل اشكال الفراغ العمراني. ثم بعد شويه سنوات قليله جدا اصابه يعني ما اصاب بوسيد الاشياء من اقربه، وبقى بيتعارض شغله مع شغل المحليات، فيبقى مش بيعرف يعمل شغله لانه المحليات بتتقاطع معاه في مناطق روتينيه شويه، المحافظات بتتقاطع معاه في مناطق روتينيه شويه، فاهدرنا طاقه يعني كبيره جدا. فنامل ان اللجنه دي تبقى في دماغها او في دماغ يعني الوزاره انها تبقى تتجاوز عن او بتتدارك اخطاء الماضي في انه يعني تبقى المناطق الروتينيه دي وتبقى مش مجرد حاجه يعني شكليه اصلا. بس ااا آه وده قراءة مهمة فعلا أستاذ هشام، الحقيقة وجهة نظرك ما اختلفتش كتير عن كل واحد تقريبا قرا البيان. بنشكرك، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة هشام أصلان الصحفي المتخصص بالشأن الثقافي، شرفتنا أستاذ هشام. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قررت محكمة جنايات القاهرة إدراك 13 شخصا من السياسيين على قوائم الإرهاب، على رأسهم زياد العليمي عضو مجلس النواب سابقا وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وكذلك رامي نبيل الشعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على العليمي وحسام مؤنس منسق حملة حمدين صباحي سابقا ورجل الأعمال عمر الشنيطي وغيرهم في يونيو من العام الماضي في إطار القضية المعروفة باسم قضية الأمل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. إن المصريين خرجوا من 25 يناير 2012 ينادوا بإنهاء الحكم المجلس العسكري. جريمتهم الأمل. محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم السبت بإدراج 13 شخصا من السياسيين المعتقلين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. القرار شمل زياد العليمي عضو مجلس النواب سابقا وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي مع آخرين من المتهمين معه بالقضية المعروفة إعلاميا باسم خلية الأزمة. قرار الإدراج شمل أيضا رامي نبيل شعث منسق الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل ونجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق. وجاء في الحيثيات ربط المجموعة بقياديين بجماعة الإخوان كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الجيش والشرطة، وهو ما أثار استنكارا واسعا بأوساط الأحزاب المعارضة كون زياد العليمي وحسام مؤنس وغيرهم من الوجوه المسجونة على ذمة القضية كانوا من أبرز معارضي الإخوان والداعين لمظاهرات 30 من يونيو.
وكانت وزارة الداخلية قد ألقت القبض على زياد العليمي ومجموعته في يونيو 2019، رغم تأكيد ممثلي أحزاب سياسية أن هدفهم كان تشكيل تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولاحقا صدر قرار بتجميد الأموال الشمل المقبوض عليهم و19 شركة ترتبط بهم، بالإضافة لضم عشرات آخرين ليصل العدد إلى 83 شخصا. وكان الرئيس المصري قد أصدر قبل أيام قرارا بشروط العفو عن السجناء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وهو ما أثار مناخا من التفاؤل ربط بمناشدات متكررة لتخفيف تكدس السجون درءا لخطر فيروس كورونا المستجد، أسوة بالعديد من الدول، إلا أن قرار اليوم أتى محبطا هذا الأمل. وإنما إلينا عبر الهاتف من القاهرة الكاتبة الصحفية إكرام يوسف والدة زياد العليمي. أهلا بك معايا أستاذة إكرام، وخلينا نسألك في البداية، هل عندك معلومات عن حالة زياد الصحية والنفسية؟ أهلا بك. أهلا وسهلا. أنا الحقيقة ما عنديش أي معلومات عن زياد من يوم 8 مارس آخر زيارة زرناها له في السجن. بعد كده منعت الزيارة بسبب كورونا كما قيل، ومن ساعتها ما نعرفش حاجة عن زياد ولا نعرف حالته الصحية. زياد مريض بثمان أمراض، كل أسبوع بروح أودي الأدوية كيفما اتفق، ما يعني حسب ما توقع إيه الأدوية اللي نقصت وإيه اللي هو محتاجه. طلبنا إنه يبقى يدينا يبعتولنا ورقة من عنده تقول لنا إيه الأدوية اللي محتاجها، لم يجب طلبنا، برغم ان احنا حقنا قانونا وفق لائحة السجن وفق القوانين انه 4 رسائل شهريا ومكالمتين تليفونيتين، ده في الظروف العادية اللي مسموح فيها بالزيارة. فاحنا في الظروف دي الممنوع فيها الزيارة لا يسمح لنا بأي اتصال ولا حتى بمعرفة ايه اللي حاصل جوه. طب أستاذة، أنا كل أسبوع بودي فلوس، بحط نقود في الأمانات وعلى أساس أنه يقدر يشتري حاجة يأكلها جوه، وبحط أدوية من غير ما أعرف إيه الأدوية اللي ناقصة وإيه اللي عايزة. طب أستاذة إكرام، بعد القرار الأخير ده إيه الخطوات اللي هتاخدوها في المستقبل، وهل بتتواصلوا مع أي جهة رسمية في الدولة؟ هو القرار الأخير ده هو ظهر أن احنا من حقنا نقدم طعن قبل مرور 30 يوم، فدي شغلانة المحامي. لكن بنتواصل، احنا بعتنا برقيات للنائب العام وبعتنا مناشدات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمحامين قدموا مذكرات. على فكرة أنا بس اسمحيني، أنا عايزة أوضح حاجة. فضل. التقرير قالت انه قبض على زياد، وزياد لم يقبض عليه، زياد خطف من الشارع بعيدا عن بيته قرب الفجر على ايدي مجموعه لابسه ملابس مدنيه، ولانه صديق له شافه فتعرف بعد كده ونشر الامر، فاضطرت الداخليه تعترف ان هو في ايدها ولفقت له التهمه. في حاجة كمان في التقرير ذكرت محتاجة تدقيق، وهي هو بيقول عبارة انه المتهمين وشركات ترتبط به، مفيش اي شركة من اللي هم اتكلموا عنها ترتبط بلا زياد العليمي ولا حسام مؤنس ولا مجموعة ولا هشام فؤاد اللي هم مع بعض في نفس الزنزانة، ملهمش اي علاقة ولا اي نشاط اقتصادي اصلا. يعني هو الكلام عن المتهمين في القضية في العموم سيد إكرام، المتهمين في القضية 83 شخص، مش عن زياد تحديدا. صحيح، بس واضح انه القضية اول بيان طلع من الداخلية كان بيقول ان الداخلية احبطت مؤامرة لتخريب البلاد تتولاها 19 شركة وكيان اقتصادي على رأسها زياد العليمي. ده كان التقرير الرسمي اللي صدر من الداخلية. بعد كده في تحقيق النيابة طبعا اضطروا يغيروا الموضوع، لان كانت ثم مضحكة، يعني مفيش اي شركة باسم زياد العليمي عشان يبقى على رأس 19 شركة.
فكانت التهمة اللي وجهت له المشاركة في ترويج أهداف جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة فيهاش أي حدود عن اقتصاد أو نشر اقتصاد. الخبر النهاردة طبعا واضح يعني انه بقى مضحك، وخلى قضيه تهمه الارهاب بقت مضحكه، وبقى فكرتني بقصه الذئب والراعي القديمه. لانه انا دلوقتي لما يتهم زياد العليمي بانه ارهابي، مستحيل حد هيصدق بعد كده تهمه ارهابي على اي حد. يعني شكرا ليكي. معروف. عايزه اقول حاجه ثانيه. اتفضلي. انه انا اسفه انه انا لا لا تحت امرك، تفضلي استاذه كرام. انه واضح انه يعني او انا متوقعه انه كون انه يدرج شخص على قوائم الارهاب، فده يعني حرمانه من دخول الانتخابات وممارسه العمل السياسي. واضح ان ده في الاخير هو ده المقصود من القرار. اشكرك. شكرا ليكي. شكرا ليكي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة الكاتبة الصحفية إكرام يوسف والدة زياد العليمي. شرفتيني يا أستاذ إكرام. وينضم إلينا من الدوحة ياسر الهواري، عضو بحزب الدستور. أهلا بك معايا ياسر، وخلينا نتكلم في البداية عن توقيت القرار. الحقيقة معظم الناس المحبوسين اللي احنا بنتكلم عليهم بقالهم شهور موجودين في السجون المصرية، بل بعضهم يمكن يصل إلى سنتين موجود هناك يعني، وفجأة يطلع قرار دوان في فترة فيها مطالبات كبيرة كتيرة جدا من جهات مختلفة ومن حقوقيين ومن أسماء كثيرة موجودة عندنا في مصر بالإفراج عن المحبوسين عشان خاطر الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا. فإيه إيه تفسير توقيته ده؟ مساء الخير عليك يا سلمى وعلى أستاذتنا الأستاذة إكرام طبعا وعلى المشاهدين. الحقيقة أنه يعني بجانب ان هو يعني توقيت سيء جدا، بس توقيت بيدينا علامة انه السلطة في مصر يعني لا تعير بالا لكل النداءات اللي ممكن تكون بتتكلم نداءات عقلانية. يعني احنا في وسط ما احنا بنوجه نداءات انسانية وبالنادي على الناس اللي عندها رأفة ورحمة داخل السلطة، وبالنادي على الناس اللي عندها يعني بعض من الـ يعني العقل وبعض من الحكمة، انه في لحظه زي ديت لازم الناس يعني تظهر بعض الرحمه. يعني الدنيا مش يعني انا بشوف اصلا انه الحكم او القرار النهارده ده انتقام من زياد، من ثوره يناير، ممثله في شخص واحد من اهم رموزها اللي هو زياد العليمي. زياد لغايه النهارده وغيره كتير، واحمد دومه وغيره، ناس كتير جدا، محمد صلاح وسلافه وعصام الصياد، ممكن اقول اسامي للصبح، ورامي شعث ومحمد الباقر، كل الاسامي ديت بتدفع ثمن واحد، بتدفع ثمن خطيئه واحده بس في ظن النظام، اللي هي القيام بثوره 25 يناير. ومفيش اي سبب تاني خلينا نقول انه واحد كان عضو بارز في واحد من اهم الاحزاب السياسيه في مصر، يعني اتجاهاته يسارية تقترب من الشيوعية، والحزب بتاعه هو اللي تولى السلطة بشكل رسمي بعد الإطاحة في جماعة الإخوان في 30/6. يعني الحزب المصري الديمقراطي كان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي منتمي ليه، نائب رئيس الوزراء منتمي ليه الدكتور زياد بهاء الدين، وزياد العليمي واحد من اهم رموز الحزب ده. فالنهارده فجاه يطلع ان زياد العليمي ده عضو في، يعني بحسب نص الخبر اللي منشور في كل الجرايد والصحف المصريه، بنص الخبر بيتكلم انه اعضاء التنظيم زياد العليمي ورامي شعث. يعني انا الحقيقه والله يعني مستعد افهم كل الحاجات اللي هم ممكن يكونوا بيتهموا الناس بيها، لكن فكره ان انت توصف زياد العليمي ورامي شعث ان هم اعضاء في تنظيم جماعه الاخوان، يعني انت بتيجي ازاي؟ يعني انا طب انا بشوف خليك أنا ابقى معايا يا ياسر ما بين زياد العليمي ورامي شعث. خليك معايا ياسر. وبينضم الينا عبر الهاتف من القاهره جمال عيد، المحامي ومدير الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان. اهلا بك معايا يا استاذ جمال، وخلينا نتكلم بشكل قانوني اللي بيترتب على قرار زي كده. اهلا استاذ سلمى واهلا بالاستاذ ياسر. الاول عايز انبه لحاجه قانونيه، انه هذا الحكم الجائر هو يعتبر تقديرنا انه اول تطبيق لقانون 14 سنه 2020، ده قانون طلع في 3 مارس اللي فات، يعني بالضبط من شهر و15 يوم، شهر ونص
بتعديل احكام القانون 8 لسنه 2015 اللي هو ما يسمى بتنظيم قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين. يعني الناس المحاكم واقفه ومفيش ولا في نيابات ولا غير، والتجديدات بتتم على الورق، لكن لقوا وقت يعملوا قضيه ويعني ملفقه ويحطوا زياد ورامي واخرين فيها ودون ما المحامين يعرفوا ودون دفاع ودون حتى الان زياد العليمي وزملائه وطبعا المئات الاخرين، ما فيش فعل منسوب لهم على الاطلاق، مجرد اقوال مرسله ومذكرات تحريات من ضباط امن الدوله اللي الثوره قامت، ثوره يناير قامت ضد هذا الجهاد بالتحديد في الداخليه. ما يحدث الان زي ما قال يعني ياسر انه انتقام حقيقي، وده اللي النظام فالح فيه من ثوره يناير التي ستبقى رغما عنه. سؤال حضرتك، ماذا يترتب على هذا القرار اللي انا شايفه مش قانوني؟ مفيش حاجه، ده مخل بالدستور ومخل بالاتفاقيات اللي مصر وقعت عليها وملزمه ليها، ودي مش كلام من الهوا، ملزمه. مفيش حاجه اسمها محكمه تاخد قرار من غير دفاع ولا اثبات ولا دليل، مفيش ما بتاخدش بالاقوال. لكن في هوجه ما يسمى بالحرب الارهاب، هذه الهوجه الكاذبه، الان بيتم التنكيل بيساريين وليبراليين وقوميين ومواطنين عاديين بحجه ما يسمى بمحاربه او مكافحه الارهاب. هيترتب على القرار ده اللي ان شاء الله هيسقط للاسف انه هيتمنع زياد من السفر، يتمنع من الترشح، يعني يسحب باسبوره، قد يتم شطبه من نقابه المحامين او العمل في اي جمعيات اهليه طول ما هذا القرار قائم. وهو مفروض انه 5 سنين مؤقت، 5 سنين هيطعن فيه. طبعا هيطعن فيه كل اللي احنا محتاجينه، يعني قضاء مستقل يدور فين الفعل، فين الدليل اللي حتى الان لم يقدم. فالاثار سيئه جدا، واهمها زي ما يعني الاستاذه اكرام قالت انه زياد اللي كان يعني مش بس احد ابرز وجوه ثوره يناير العظيمه، لكنه كمان كان ابرز وجوه هذا البرلمان الوحيد اللي كان يعني تم بشكل نزيه وانتخاباته، كان ابرز وجوه هذا القرار. تقدرنا انه فعلا لمحاوله ابعاد زياد، لان وجود 2-3 بس زي زياد العليمي في برلمان هيرجعوا البرلمان، مش هيبقى يعني الشكل الهزلي اللي بنشوفه الان. بنشكرك، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره جمال عيد، المحامي ومدير الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، شرفتنا يا استاذ جمال. عوده مره اخرى ياسر، وهل الاحزاب والقوى المدنيه في لحظه زي دي من الوارد ان هي تشارك في الانتخابات القادمه؟ يعني اذا كان اللي فكروا ان هم يعملوا تحالف سموه تحالف الامل، يعني احنا هنا بنتكلم على القضيه اللي زياد تم القبض عليه على يعني على اساسها كان اسمها تحالف الامل، وده كان تحالف مقصود بيه انه يعملوا يعني تجميعه كده لشويه ناس وينزلوا بيها الانتخابات بتاعت البرلمان، فالناس دي اتقبض عليها واتحطت في السجن وتم ادراج يعني ناس منهم اللي هو زياد يعني في قوائم الارهاب. فاي انتخابات يعني انا لغايه دلوقتي لسه مش قادر افهم يعني ازاي ممكن حد يفكر انه الامور ممكن تمشي بالشكل ده. يعني انا بقول لحضرتك انه الناس اللي كانت بتتولى السلطه، الحزب اللي كان بيتولى السلطه بعد الاطاحه بالاخوان بقى اعضاؤه بيتقال عليهم ان يعني هم اعضاء في جماعه في التنظيم. يعني فانا مش شايف طبعا اي حاجه ياسر حاجة امتى ممكن تحصل ان يفكر ان هو ينزل انتخاب يعني امتى ممكن تحصل الانفراجه في الحياه السياسيه؟ امتى ممكن الناس ترجع تاني تمارس الحياه السياسيه في مصر؟ يعني طول الفتره اللي فاتت كنا بنقول هتحصل انفراجه بعد تعديل الدستور، لا هتحصل انفراجه بعد انتخاب السيسي مره لمره ثانيه لفتره ثانيه، لا هتحصل انفراجه اهو مع كورونا وتم الافراج عن بعض المعتقلين السياسيين وفي قرارات عفو، فيمكن دي الانفراجه، وكل مره بيحصل تخييب للامال زي ما احنا ما بنشوف. فامتى هتحصل هذه الانفراجه وايه الشروط لهذه الانفراجه؟
يعني هي للأسف أو في حالتين اتنين ممكن تحصل فيهم انفراج. واحدة فيهم أنا يعني لا أتمنى إن هي تكون يعني هو ده الإجبار. الأولى خلينا نتكلم على الأولى اللي شكلها كويس يعني الأول. الأولى إنه السلطة تقتنع تماما إنه مفيش حاجة اسمها إن البلد تمشي وتدار بالطريقة اللي هي ماشية بيها دلوقتي. يعني فكرة موات السياسة بشكل كامل والقضاء نهائيا عن أي صورة العمل السياسي السلمي اللي جوه الدستور اللي هو يعني من تحت الدستور. يعني ما حدش بيقول إنه لا إسقاط الدستور وإسقاط لا مفيش. يعني لازم الرئاسة تقتنع إن الطريقة ديت مش هتنفع وبالتالي لازم المجال العام يتم فتحه شوية ويتم العمل على انه يبقى فيه ان شاء الله حتى الشكل اللي هو يعني ايه يعني فيه نفس يعني تقدر الناس من خلالها تشتغل من خلال الاحزاب الشرعيه. الطريق الثاني اللي انا لا اتمناه الحقيقه انه يحصل فوران في الشارع يجبر النظام على انه ياخد خطوات للخلف او انه او يطيح بالنظام خالص. وانا الحقيقه انا لا اتمنى السيناريو ده. يعني انا بقول ده والله وانا بمنتهى يعني وانا يعني بمنتهى يعني الاقتناع انه هذا السيناريو هو سيناريو خطير جدا. لان البلد في اليوم اللي فيه هتفرض فيه ما فيش حد فيها هيقدر يبقى يعني يقدر يلم الانفجار اللي ممكن يحصل ده. ما اظنش ان هي حتى ممكن تتحط على تراك السياسه قبل ما يبقى فيه دم كتير جدا في الشوارع. وده السيناريو لا ده سيناريو ما حدش يتمناه. المنع والقفل والاغلاق خالص لا أتمناه. بس للأسف ده السيناريو الوحيد اللي وارد إنه يحصل مع استمرار هذا الكبت الرهيب جدا لكل حاجة علاقة بالعمل السياسي. لازم البلد يبقى فيها سياسة. لازم المجال العام يتفتح. شكرا شكرا ياسر الهواري عضو حزب الدستور كنت معنا من الدوحة. كل عام والأقباط المصريين بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد. اليوم ترأس البابا تودروس الثاني صلاة القداس دون حضور شعبي في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس. كل التهاني للمسيحيين المصريين وتمنى أن يحتفل كل المصريين بأعيادهم بشكل طبيعي قريبا جدا. كل سنة وانتم طيبين. كونوا بخير.